السلام عليكم. إن شاء الله بهذا الفيديو راح نبلش شرح إذا كان عندي inclined أو skewed support. إذا عندي support مائل كيف إحنا ممكن نحل؟ بقول إذا عندي support مائل بزاوية ألفا عن محور X، بقول لي boundary condition للdisplacement تختلف، يعني مثلا بخصوص XY مش راح يكون نفس X فتحة أو Y فتحة، فكيف إحنا نحل هاي المسألة؟ طبعا لو هاي المسألة عندي V3 فتحة صفر، بس V3 الأصلية مش شرط يعني بتتحلل، يعني بتتحلل. هسه انا ترى مشكلتي بتكون عادة بالرولر، يعني لو كان بين سبورت ما راح يفرق معي، لو بين سبورت بالنهاية مائل ولا مش مائل ما راح يفرق، لانه محصلة الفورسز في او الديسبليسمنت بصير صفر، فما راح يفرق معي. يعني مشكلتي فقط اذا كان رولر سبورت، هاي واحد. اثنين، هسه احنا بدنا نيجي نحلل الديسبليسمنت طبيعي، يعني الجلوبال او لوكال الجلوبال، تطلع معي المعادلة هاي، وهي سكناها 1000 مرة، يعني اللي هي سي اس سالب اس سي. طيب بيقول لي we can rewrite above expression. احنا بخصوص 3، احنا مشكلتنا 3، فدي 3 فتحة تساوي transformation 3 في دي 3 الأصلية، حيث دي 3 هالقد، دي 3 فتحة تكون transformation 1 capital في دي في مصفوفة دي، فإذا بدي أقلبها تصير دي مكان دي، دي أضرب بالترانسبوز، فدي تساوي ترانسبوز في دي فتحة، فشو طلعت معي هاي T1 capital الترانسبوز بتكون I T3، حيث ال I هي مصفوف 2x2 وهي مصفوف 2x2 وهي 2x2 اسمها I، يعني identity matrix. identity matrix تعريفها هي عبارة عن matrix 1x1x1، بغض النظر ممكن تكون 10x10 2x2، كل شيء صفار ما عدا القطر ما عدا الديجونال. فبالتالي هاي المصفوفة هي عبارة عن 1 1 1 1 1 1، هون T3 اللي هي ايش؟ كوساين وساين، والباقي يكون كله صفار. طبعا رح توضع معي خلال المثال، بس بقول لي F فتحة هي T1 كابيتال في F، نفس الفكرة، فF هي K في D، فبالتالي عشان أصير أحل بدي أضرب ترانسفورميشن في K في D، فتصير عندي أنا مصفوفتين وضرب مصفوفات وتخبيص وطقعة وقايمة. فلو عندي هذا الترس بقول لي consider إنه الإيه هالقده، الإيه هالقده، الإيه هي جذر 2 في 6 في 10 سالب 4 فور إليمنت 3، يعني معطيني كل إليمنت إله مساحة. طيب ونفس الفكرة السبارت 3 مائل. هسا الاستفنس الإليمنت ولا بتغير عليهم شيء، كيف يعني؟ إليمنت 1، إليمنت 1 هيو بنفس الطريقة بدي أعتبره من 1 ل 3 مثلا، فشو راح أحكي؟ من 1 ل 3 بتكون عندي السي 0 والأس 1، هيها هاي مصفوفة وأموري تمام. الإليمنت 2 من هون لهون، بالتالي السي 0 السي 1 والأس 0، هيو. طيب نكمل، فعندي K المنبر الثاني بنفس الطريقة، والمنبر الثالث هاي المنبر الثالث تعتبره من هون لهون، فالسي هي 1x2 والأس برضه هي 1x2، أنا اعتبرته من 1 ل 3، هاي بنفس الطريقة، هذا كله تمام ولا اختلفنا في إشي. بعدين بعمل ستيفنس ماتريكس كبيرة بنفس أسلوب السؤال الأول، يعني U11 لحال U12 لحال والآخرين، تطلع معي هاي الجلوبال ماتريكس. هسا خصوص المصفوفة هاي T1 ترانسفورم هي ايش؟ هي الديجونال وحدات، اخر شي هون ايش؟ الالفا اللي هي ايش؟ سي اس سالب اس سي، هيها اللي 1x2 انه السبورت مائل بزاوية 45، هيها. طيب بس بضل اليوات، U2 ليست صفر، V2 صفر، U1 تساوي صفر، V1 تساوي صفر، U3 و V3 تطلعهم. طيب شو بعمل هسه؟ نعمل الفيرست ستريب، نضرب T1 في K، ضربت T1 في الكي ضربتها، طيب راح نصدق كده ضربه بالامتحان عشان اكسر مستبعد انه هذا يجي او يعطيني نتيجة جاهز. هاي ضربها يا صاحبي كالتالي، بضرب الصف الاول بالعمود الاول، حاصل ضربهم بطلع هون، حاصل ضربهم بيطلع هون. طبعا الحلو بالموضوع واحد في نص، صفر 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 بيطلع نص، بعدين الصف الأول بالعمود الثاني نفس الشيء، واحد صفار بضل نص، هيها. بعدين الصف الثالث العمود الثالث واحد في صفار بتطلع صفر، الرابع نفس الفكرة صفر، الخامس سالب نص وسادس سالب نص، ليش؟ لأنها واحدات. لحسن الحظ ترى، ولحسن الحظ إنه هي أصلا مصفوفة هي ثابتة زي هيك، فأنا لحد هون تقريبا شو بعمل؟ بنزلن زي ما هن، ها النص نص النص نص
نص نص، واحد ونص، صفر 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 صفر، بينزل زي ما هنا لحد وين؟ لحد هون، لحد هون. طيب انا شايف نزلين كلهن حتى هون، بتهن صفرن ينزلن زي ما هن. يعني هون انا شو بدي اعمل هسه؟ الصف هذا بالعمود هذا صف عندي صفر 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 صفر، اخر ثنتين جذر الاثنين في جذر اثنين طلع نفسه. ليش جذر الاثنين على اثنين؟ زائد جذر الاثنين على اثنين حط هون. دقيقة، احنا لما نوصل لهون الصف هذا تضربه بالعمود هذا، صفر في نص صفر، صفر في نص صفر، صفر 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 صفر، جذر الاثنين في هذا، بعدين جذر الاثنين في صفر، فالرقم هذا تكون عندي جذر الاثنين على اثنين، جذر الاثنين على اثنين ضرب سالب بوينت سبعة صفر سبعة، طلع معي سالب نص. هاي طلعت معي سالب نص. هنشوف إذا في رقم ثاني. هاي الوصفة، لا هاي قبل الترانسبوز. أنا شايف هاي الوصفة كي خلص وصلت وصلت. المصفوفة كي كاملة هاي سالب نص ضرب هذا الرقم بيكون على الأغلب، فطلع معي هيك سالب نص هي ايش؟ تي تي في كي، في هذا الرقم في هذا، بس برضه ما راح يعطيني هذاك. جذر الاثنين على اثنين صراحة يعني هذا الرقم في هذا أعطاني نفسه. أنا شايف إنه الناتج هذا مش نفس هذا صراحة، أنا شايف إنه في خلل. هاي مصفوفة تي وهاي مصفوفة كي، هاي مش مصفوفة كي، هاي مش مصفوفة كي، هاي مصفوفة كي. أنا بدي أضرب تي في كي، بدي أضرب تي ون في كي، يعني بدي أضرب الصف هذا بالعمود هذا، تطلع معي نص دايركت. هيها نص صح، بعدين الصف هذا بالعمود هذا برضو طلع نص، واي صفار واي صفار، يعني بنزل زي ما هو. هاي نزلن زي ما هن، هذا الشيء انا حكيته صح لحد هون. لحد هون مش لحد هون، لحد هون بتهن. لا مش راح ينزل زي ما هو، مش راح ينزل زي ما هو، لانه هون الصفر، هون صفر في هاي. يعني ها نيجي للعمود الثاني، هذا الصف الثاني بالعمود الأول، الناتج تحطه تحت صفر في نص، واحد في نص بتطلع نص تحت، هيا نص تحت صح. طيب هسا أنا وين مشكلتي؟ مشكلتي كانت آخر إشي، خلنا نشوف شو المشكلة. عند أضرب الصف هذا عشان أجيب هذا الرقم بالعمود هذا، صفر في نص صفر، صفر في نص صفر، صفر في صفر صفر، صفر في صفر صفر، جذر الاثنين على اثنين في سالب نص، زائد جذر الاثنين على اثنين ضرب سالب نص، وليه هي راح تطلع معي جذر الاثنين على اثنين ضرب سالب نص ضرب اثنين، تطلع معي سالب بوينت سبعة صفر سبعة، واللي هي عبارة عن هذا الرقم. يعني هذا الشيء غلط، بدك تحط مكانه هاي وتحل، فرح تطلع معك هاي المصفوفة، رح تطلع معك هاي المصفوفة. المهم هسه شو بعمل الخطوة اللي بعدها؟ بضربها بتي ترانسبوز، هي تي تي ترانسبوز اللي هي نفسها طبعا، يعني رجعت ضربتها مرة ثانية فطلعت معي المصفوفة هاي. هاي المصفوفة هي صارت الاستيفنس ماتريكس اللي راح أحل عليها، هي صارت الاستيفنس ماتريكس اللي بدي أحل عليها، هيها صارت الاستيفنس ماتريكس. هسه شو الشروط عندي؟ كل هذا الصفار، هاي الفورسز، وهاي يو 1 في 1 يو 2 في 2 يو 3 في 3، كل في 1 وفي 2 صفار اتفقنا على هذا الشيء، يو 1 كمان اتفقنا انها صفر، في 3 فتحه اتفقنا انها صفر. شوفين اخر ثنتين شو هم؟ هم مايلات، فبضل عندي يو 3 فتحه ويو 2 بالضبط، يو 3 فتحه ويو 2 حليتهم لحالهم، حليتهم لحالهم طلعت الفورس.
وهيك يكون انتهى السؤال. طيب خلينا نشوف الانرجي. الانرجي بنفس الطريقه البوتنشال انرجي تساوي السترين انرجي زائد الاوميجا. السترين انرجي زائد الاوميجا. السترين انرجي نفس ما حكينا هي تحت المنحنى، والاوميجا تختلف عندي حسب نوع الفورس. فان كل عندي السترين انرجي هي نص في اكس في سترين اكس. اذا فرضنا ان احنا نطبق قانون هوكس لو، اذا كان عندي لينير الاستيك والباي عندي تكون حسب نوع الفورس. اذا عندي فورس هاي البادي فورس، وهاي الفورس الخارجيه مثلا، وهاي القوى الخارجيه برضه، يعني حسب عندي الاكس بي بادي فورس، التي اكس هي التراكشن فورس، والاف اكس هي النودل كونستراكتد فورس، يعني حسب شو اللي بيكون عندي. طيب فخلينا نشوف. المهم طريقه الحل، طلع الباي هي نص والاي ثابت، ستريس في سترين ناقص اف 1. يعني عندي هاف، عندي هاف، شو عندي؟ اي 2 في تكامل ستريس في سترين، هاي اليو اليو. هسه بضل عندي مين؟ الاوميجا. عندي هون فورس في اف 1 اكس في يو 1، هون اف 2 اكس في يو 2، هون في عندي بودي فورس، وهون عندي تراكشن فورس. فهاي الديسبيسمنت فانكشن، وهون عندي بدلاله السترين. المهم طلع عندي مصفوفات تخبيص صراحة، هاي نفسها بس بدلالة المصفوفات. المهم بس خلص، أنا بدي النتيجة النهائية. بنعمل زي المرة الماضية، دلتا باي عدي يو 1 تساوي صفر، نقدر نجيب اليوات. المهم عمل كل هذا وعمل لهاي اللي حكينا عنها، طلعت معنا آخر شيء الستيفنس ماتريكس نفس الإشي. طيب بهمنا إكزامبل، عندي هذا الإكزامبل بيقول لي في عندي فورس تراكشن فورس بشكل مثلث قيمته سي إكس، طبعا سي اللي هو ثابت والإكس هاي. خلينا نحله كرب أرقام، دلالة أرقام هيو. consider the axial loaded bar in the height. determine the axial displacement and the axial stress. معطيني الإي والإي والأل، وقال لي use one element و two element. آه هون بلشنا بإشي، يعني بلشنا نوسع شوي بالمادة، حيث إنه إحنا هذا بار واحد نحله كأنه element وبدنا نحله مرة كأنه two element، فهذا إشي جديد علينا. يلا شو بدنا نجي نحكي؟ نجي نحكي كالتالي. هذا الفانكشن سالب 10x وطوله 60، فالقيمة هون هي سالب 600، هي سالب 10 في 60، وهي القيمة 0. ولو بدي القيمة بالنص تطلع سالب 300، بدناش القيمة بالنص هسا. عندي الفورس زي هيك، فبالتالي الرياكشن بيطلع معي زي هيك. هسا هذا كيف بدي أحله؟ هذا بكل بساطة، بكل بساطة أنا من الاستاتيك، لو بدي أحله من الاستاتيك بقولك أنا هذا مثلث، راح أخذ عندي الفورس هاي السنترويد، هاي السنترويد عندي راح يكون على مسافة ألعى ثلاث واثنين ألعى ثلاث، فكونه الفورس عكس المسافة، يعني المسافة الأقرب تأخذ الفورس الأوسع، فهي بتطلع معي اثنين على ثلاث أف، وهي بتطلع معي واحد على ثلاث أف، حيث أف هي عبارة عن نص القاعدة في الارتفاع، نص ضرب 60 ضرب 600 بتطلع معي هاي 18000، فبالتالي هي بتأخذ ثلث 18000 بتطلع معي هاي 6000، بتطلع معي هاي 12000. فهيك قدرت اطلع الفورس هاي بطريقه الاستاتيك. بطريقه الفاينايت، طريقه الفاينايت شو عمل؟ هاي ون اليمنت سوليوشن، قال لي الاف نوت هي كونها تراكشن فورس، فاستعمل الانرجي للتراكشن فورس. ما عندي لا بادي فورس ولا، يعني ما اعطاني سيره البادي فورس ولا اعطاني سيره الاكسترنال فورس، اعطاني سيره التراكشن فورس فقط. فهذا تراكشن فورس، فقال لي اف 1 اكس واف 2 اكس في تكامل الديسبيسمنت فانكشن في سالب سي اكس. فبالتالي بدي اجي احلها، بدي اعمل تكامل لواحد ناقص اكس على ال في سالب 10 اكس، يعني انا بدي اعمل تكامل من صفر لال ل سالب 10 اكس زائد 10 اكس تربيع على 30 على 60، اسف. يلا بدي اعمل تكامل لهذا، كيف بكامل؟ راح يطلع معي سالب 10 اكس تربيع 2 زائد 10 على 60 في 3 اكس تكعيب. في التالي هاي هيك بتطلع معي، بعوض ال فسالب 5 ال تربيع زائد 10 على 60 ضرب 3 1 على 18 شوي، ليش 10 على 60؟ 1 ناقص اكس على ال، ال 60 1 على 3 3 بصير 9 صح بالضبط، 1 على 18 واحد 18 اكس تكعيب ال تكعيب. هو شو عملها؟ ال تربيع على اي اساس؟ يعني هاي اكس على ال
تكاملها وفي اكس برا. وضرب باكس ضرب بال ضرب بال عشان تصير انه كفور. هنا طلعين طبعا زي ما قلت انا هون سالب 6000 وهون طلعت معي 12000. بس انا سلفت مش هون مش هيك هيك اسف هيك 6000 وهيك 12000. انا هاي الطريقة تبعتي اسهل من هاي يعني صراحة. التكامل هذا يعني لسه قاعد بفكر شو اللي بسويه. قاعد تكامل من صفر لال واحد ناقص اكس على ال في سالب 10 اكس. قال لي ناتجها خلينا نشوف الاشتقاق تبعها. بس بالضبط هيها 6 تربيع 2 6 تكعيب على 3 ال. طب ليش كيف طلعت معاي نعوض ال في ال بالمقام. نسيت في ال بالمقام. بقول صحيح كلامه. هيو سالب 10 ال تربيع طلعت معي. هون ال ما في داعي له في ال كمان ال مع ال بتروح. فضل سالب 10 على 3 اكس تكعيب. هاي هي الحل عندي. بعوض ال فهي دلالة ال. ال تكعيب على ال تربيع تصير ال تربيع. فهاي هي الفورس وهي الفورس وحليتها. يعني هون حليتها باستعمال تكامل الديسبليسمنت فانكشن. بقول هسه لو بدي احل اني اوجد الرياكشن. انا عارف هون الفورس هي عندي سالب 6000 وهون عندي في عندي فورس هي الرياكشن وعندي سالب 12000. فبالتالي الباوندري كونديشن تكون عندي ار ناقص 12000. وهذول البار اللي مات زي ما تعلمنا فبتطلع معي يو 1 ومن خلاله بقدر اطلع ار 2. بس لو بدي احله وكانه 2 اليمنت راح يفرق عندي ان انا بدي اقسم. طبعا 2 اليمنت على فرض انه الاليمنت بالنص. راح اقسم انه هون عندي اليمنت 1 هون اليمنت 2 هون في عندي مثلث هون في عندي مثلث ومستطيل. كيف بدي اوجد الفورس؟ مش على الطريقة تبعتي لا الطريقة هذي على الطريقة تبعتي قصدي. بقول element 1 في عليه فورس من هون قيمتها هسه هاي بالنص فهي 300. فهي تكون عندي نص يعني برسم المثلث هيك هاي 300 وهذا طوله 30. فأنا عندي الفورس يعني بالنص يعني بغض النظر نص في 30 في 300 نص 30 ضرب 300 تطلع معي 4500. فبالتالي هاي تأخذ الثلث وهذيك الثلثين فهي تطلع معي 1500 وهي تطلع معي 3000. تمام هاي F1 X و F2 X لو هاي نود 2. هسه بخصوص نود 3 بقول لك لا نود 3 جاي مثلث ومستطيل. هذا كده تقسم هذا المستطيل ارتفاعه 300 وهذا المستطيل برا راح يكون ارتفاعه 300. فبالتالي أنا عندي قوة راح تكون 300 في 30 وعندي قوة ثانية نص في 300 في 30 اللي هي نفس اللي فوقها. فتكون عندي فورس هون قيمتها 450 زائد نص ضرب 300 ضرب 30 زائد 1500. وهون عندي فورس تكون عندي 450 زائد 3000 زائد R2 أو ناقص R2 بس. ايوه 1000 و3000 للليمنت 1 وللليمنت 2 تكون 6000 7500 بالضبط. ما هي هاي 2000 شلون بصير هون نص في 9000 330 330 كم 9000 مش 900 هاي 4500 وهاي 4500. فبالتالي هاي تكون 6000 وهاي 7500 هيك طبعا معينا بالضبط 6000 7500. انسى الاشارات عن قصدي كمبدأ. وبعدين هاي الرياكشن عندي زي هيك. فهذول عندي انا ك3 A2 element. بعدين بحل المسألة شوف صار عندي 2 element زي سلافة التراس والزنبرة وكل اخره. المهم طلعهم طلع معي U1 و U2 من خلالها طلعت R3 هي 18000. طيب وطلعت من خلاله الستريس طلعت منه الستريس لكل إليمنت وإلى آخره. طيب هسه شو اللي بصير؟ بقول لي بدي أعمل مقارنة بين الحل الفاينايت والحل الطبيعي. الحل الطبيعي شو بعمل هون؟ أنا بعمل كت بجيب الفورس ومن الفورس بجيب الستريس والديفليكشن ودبل انتجرال ميثود
والى اخره. المهم بطلع معاه في فروقات، كيف يعني بطلع معاه انه هذا الخط اذا كان عندي element 1 والخط الاسود هو الاكزاكت سوليوشن، فلاحظ انه كل مره منقرب نيجي للجواب الاقرب، نيجي للجواب الاقرب. يعني انا هذا الستريس شو بده يكون عليه؟ المفروض فورس على اريا، ف الفورس عندي هي 9000 او نص ضرب 600 ضرب 60 هي 18000 على اريا، بيطلع معي ستريس. ولكن هون يعني هون الستريس كم طلع معه بالاليمنت 1؟ 1 اليمنت طلع معه 3000، 3000 طلع معه الستريس. اما بال 2 اليمنت فرق معي على كل اليمنت، طبعا طلع معي اليمنت 750 واليمنت 5250، يعني طلع معي الستريس تقريبا 6000 فرق معي. فرق معي هذا بالفاينايت، بالواقع بالحقيقي طبق هذا القانون، هي 5 ضرب 60 تربيع على الاريا. كم الاريا معطاه؟ والله الاريا بالسؤال كم اعطاني اياها؟ الاريا 2، طلع معي الستريس 90000. طبعا لاحظ كل مره بقرب، يعني 2 اليمنت مش زي 3 اليمنت، فلاحظ هون بالمنحنى ال1 اليمنت بعيد، 2 اليمنت بعيد، 3 اليمنت بقرب، 4 اليمنت، فكل مره بزيد معي، كل مره بزيد معي. وبس هاي الفكرة. فهاي الاكزاكت سوليوشن طلع مع 9 كاس اي اللي بالضبط اللي 9000 هاي، وهون حسب الاليمنت، يعني هون طلع معي 3000 اذا بتتذكروا، هون طلع معي تقريبا 5250 بالتو اليمنت، بالفور اليمنت ادق، بالايت اليمنت ادق. فلاحظ لو انا عليت السؤال اللي فوق فاينايت اليمنت باليمنت 1 كثير بيعيد الستريس وبتخرب الدنيا. عشان هيك لما احنا نستعمل البرامج زي الانسز والاباكوس بنحط اليمنت كثير او بنعمل مش كثير صغيرة بحيث انه يكون exact solution. وهيك نكون انهينا الشابتر، ونعطيكم ألف عافية.